ثواني 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 انت بس انا من ضاف عندك ده انت مولعها على اليوتيوب يا عم الحاج ده انت ام جمهوريه مصر العربيه تطلبك حيا وحيا ناس يا ما عايز تقعد عندك قلت لهم هنحاول نخلي النفر ب 100 جنيه يا جماعه ونجعتكم تاكل معاك 100 جنيه اتنين باتنين كده ماشي واحنا العب الله ودور بعد كده وده محمد تعسلني معاك حاسب 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 صلاة على النبي صباحك فل صباحك ورد احلى صباح صباحك يا ابو هاي محمد عشان قلت لك خد مره ساعدني ما رضيتش الله يبارك يا ابو هاي استفتحك فل ان شاء الله ان شاء الله يزرق اسمه يحيى ابني ده ما يا يحيى اللهم بارك ابويا ربنا يبارك في رزقك يا رب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي مشاهدين قناه منوعات رحاله اهلا وسهلا بيكم معكم اخوكم سامح الخالق يا جماعه احنا النهارده طالعين نقول كواليس الفيديو احنا الحمد لله صورنا فيديو كان كويس دخل علينا سمك كتير ما شاء الله وسمك كبير وضيعنا سمك كبير وربنا رزقنا واخدنا سمك حلو بس الفكره يا جماعه ان كل فيديو بيبقى ليه كواليس احنا كواليس الفيديو دي انا حابب نقولها لكم عشان انتم بتمروا بالحكايات اللي انا هنحكيها دي ان شاء الله وبرضو الناس اللي هي مش فاهمة تبقى واخدة بالها بص يا جماعة انا ما كنتش طالع قصد بودي خالص ولا قصد ان انا نصاب بالعجينة ولكن كنت عامل حسابي وجاب معايا عيش انا كنت واخد معايا جمبري حي وكنت واخد معايا دود مشرشر مستهدف ايه؟ مستهدف الدنيس ومستهدف القاروص رحت مكان كان فيه 3 صيادين ربنا اراد ان الناس ما شاء الله تاخد سمك احنا ما خدناش سمك خالص احنا وصلنا متأخر كانت الناس خدت الطرحه بتاعت بالليل وربنا كرمهم بكام سمكه وكانوا عايزين يبيعوا السمك بتاعهم لينا كمان بعد كده طلعنا على ابو مسعود في العش ابو مسعود نفسه عشان الناس اللي متابعاني وعارفه مكان العش وعارفه مكان الصدع الصناديق ابو مسعود نفسه ما كانش بياخد سمك السمك جه واحنا داخلين عليه طبعا احنا كنا طالعين في عز نوة الكرم النوة كانت شديده البحر كان جامد جدا بس كان في تريحه كده حوالي من 18 ساعة لحد 24 ساعة احنا طبعا عشان احنا صيادين وبنحب الصيد قوينا قلبنا وطلعنا في عز النوة وكان لينا رزق كنا مستهدفين القاروص والدنيس ولكن كان رزقنا في البوري فالصيد يا جماعة بيعوز صبر رحلة الصيد بتعوز صبر وبتعوز مجهود وانت طالع تصطاد خلي املك في ربنا وانت طالع من بيتك توكل على الله وقول يا رب ان شاء الله نرجع بسمكتين لاهل بيتي على حسب نيتك اللي انت طالع عليها الاصطاد ربنا هيرزقك نكمل مع بعض الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك السلام عليكم مساء يا جماعه بس الشتاء الله اكبر ربنا كريم عش ابو مسعود ان شاء الله مع المعلم يحيى يحيى يا حبيبي لا ها لا الورشه الثانيه
اعطيت الغفير 10 جنيه وقلت له خلي باله. يا عم صلاة النبي بابايا. ها؟ هتشتي. بربط التليفون في جيبك بالله عليك يا بابايا. ينفع يتربط. الله اكبر. صلاة النبي ابو ايه. الله اكبر عليك ابو ايه. اول مرة يخدمها الله. اي. واكلة شوف من على البوزة اهي. لا ابو ايه عشان تلحقوا السعادة في البوزة من الدهان. ماشي. اهو مريم الغزلة عشان ما يخشعش. لا عادي براحتك. يا كريم يا رب. هتاخد باص العصر هتاخد مشاره تقول ماشي. لو هنشتغل انا على الدنيس والكلام ده يبقى عادي. كانت غمزه دي. الله اكبر. صلاه النبي. ماشي. الله اكبر. انت مش كنت هتاكل التالت؟ اهي بلا اكلت اهي. استنى ثواني ابو ايساني. ماشي خلاص ماشي خلاص. كانت واكله الشوليت كنت عايز نور لهم وهي واكله الشوليت. خلاص يا ابو اي ماشي. الله يقويك. هاي اليومين دول يومين البال. صح صح عشان السمكه بخه وجايه.